سنة 73 في مدينة ستوكهولم في السويد حصلت عملية سطو مسلح على بنك. عملية السطو المسلح كان لازم يبقى فيها رهائن، وقد كان في رهائن تم احتجازهم هناك لمدة 6 أيام. 6 أيام والرهائن احتجزها لحد ما الشرطة جت طلعتهم. بعد الجهود بقى العظيمة اللي بذلتها الشرطة في إن هي تطلع المحتجزين أو الرهائن دول، كان واجب على الرهائن ان هم يروحوا ساحات المحكمة ويشهدوا ضد الناس اللي كانت حاجزاهم، ولكن الوضع كان مختلف. الناس اتصرفت باسلوب تاني، رفضوا ان هم يروحوا يشهدوا على الجناة. لو عملوا ايه كمان؟ جمعوا فلوس من نفسهم ولموا تبرعات علشان يدوها للجناة، علشان يقدروا يدفعوا فلوس، يوكلوا محامي، يقدروا يدفعوا كفالة بعدين. طب ليه؟ علماء النفس قالوا ان اللي حصل عبارة عن شوية اضطرابات نتيجة الصدمة اللي تعرض لها الناس لكونهم اساسا محتجزين. كونك محتجز، كونك ان انت موجود في مكان مع عصابة مسلحة، والموضوع جامد جدا، ان انت محتجز في اوضة معاك واحد ماسك رشاش ممكن يقتلك في اي وقت، هو مش همه حاجة. فبالتالي قالك ان حصل لك شوية اضطرابات نتيجة الصدمة اللي انت بقيت فيها. جزء تاني من علماء النفس قالوا ان اللي حصل هو ان انت حسيت او فكرت شوية بعقلانية في الموضوع، ان المتحكم في مجريات الامور في الاوضة اللي انت عايش فيها دلوقتي لمدة 6 ايام هو الخاطف، هو اللي في ايده يخرجك لو عاوز، هو اللي في ايده يقتلك لو عاوز، هو اللي في ايده يعاملك حلو لو عاوز. المهم علماء النفس استقروا على مسمى متلازمة ستوكهولم. علماء النفس لما دوروا في الارشيفات لقوا ان الموضوع ده حصل كتير جدا، لدرجة ان في ناس اتخطفت وتم الاعتداء عليهم بجميع الاشكال، اعتداء جسدي، اعتداء جنسي، وفي نفس الوقت تعاطفوا عادي جدا مع الناس اللي كانوا محتجزينهم. متلازمة ستوكهولم. عجبكم الفيديو شير ولايك بقى وظبطونا كده. سلام عليكم.